ازيك يا حاج؟ الله يسلمك. وازاي صحتك؟ الحمد لله، بس السكر تعبني شويه. لا سلامتك، الف سلامه. امال الغندوره عملت ايه مع الراجل البهيم اللي اسمه عظمه؟ قطع وقطعت سيرته. ما خد جزاؤه، مباحث التموين كمان قفلت المحل بتاعه. امال هي فين؟ راحت للمحامي عشان ترفع عليه قضيه متعه. شوف الراجل الدون قال ايه، بيتهمها انها على علاقه مع واد جربان من بلد اسمه حدوقة. بقى معقول بنتك الشريفه الطاهره الغندوره تبص للواد الجربان اللي اسمه حدوقة ده؟ امال السرير النحاس اللي كان جوه راح فين؟ الغندوره اتشأمت منه باعته. مين اللي اشتراه؟ بتاع الموبيليا اللي في شارع شهاب الدين. ربنا يخليك يا حاجه. يخليك يا ابني. السلام عليكم. يا ابني انت ما قلتليش انت مين؟ انا بتاع الاصلاح الزراعي. سلام عليكم. حدقه؟ ايه اللي هيخرب بيتك زي ما خربت بيتي؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ كنت جاي اقفش الفراخ. ايه يا اختي النظافه اللي نزلت عليه مره واحده دي؟ ده سريرك. شرفت ونورت الاوبرجا يا معلم عظمه. انت دومتك ايه؟ تموين. تموين. يا نهار اسود، هو انت؟ اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. جود مورنينج يا معلم. انت لسه هتقول لي يا معلم تاني؟ لا ده انا هشرب من دمك. يا معلم هو حضرتك تعرف يا معلم؟ انت هتستعبطني. هذا حدقة. حدقة؟ اما انت امرك عجيب، انا ما اعرفش حد اسمه حدقة. ولا ده عصافير على قفايه. عصافير؟ وريني حضرتك، انا مش شايف عصافير. دي براغيث يا معلم. لا انا هوريك بقى العصافير. اكيد في سوء تفاهم يا معلم. ايه يا معلم؟ عارف 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 وحشودة كما القمر. انا عايز بس افهم حضرتك بتضربني ليه؟